السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نشوف مع بعض ازاي نعمل الحصر في قلب برنامج النفس وركس. هو في اكتر من طريقة. اول حاجة لازم نعمل نشغل كونتيفيكيشن، تاني حاجة نعمل بروجكت سيت اب، نعمل اعدادات. فلما بنيجي نعمل اعدادات بيقول لي انت عايز تستخدم واحدة من دول، عندي نان يبقى مش هيعمل اي حاجة خالص، سي اس اي 1648 ويونيفورمات. يونيفورمات ده بيستخدم كثيرا في الريفت. الاختيارات دي بيجيب لي كاتيجوري، يعني يقول لي المعماري وتحتيه بواب وتحت شبابيك، وبعد كده مثلا الميكانيكال تحت مثلا الضغطات وتحت البايب وهكذا، تقسيم للشغل. وممكن تقول له براوس ان كاتالوج، تختار كاتالوج غير دول تحملهم. تقدر تحمل اي ملف من على النت وتحطه هنا اوتوماتيك هيظهروا معاك هنا، لو حطيته في الفولدر اللي هو موجود على سي يوزر، وبعد كده اسم اليوزر بتاعك، وبعد كده اي بي بي داتا، وبعد كده رومنج، اوتوديسك، نفس وركس، كوانتيفيكيشن، كاتالوج. اي حاجه تحطها هنا بتظهر معاك هنا على طول، بس لازم يكون الابديت بتاعها اكس ام ال. طيب دلوقتي هنجرب نقول له نان، واقول له نيكست. بيقول لي عايز تستخدم النظام الامبريال، ولا عايز تستخدم النظام متريك، ولا زي ما هو يعني الحاجه اللي معموله بالمتريك تبقى متريك، والحاجه اللي معموله بالامبريال تبقى امبريال. اقول له متريك، بيقول لي اختار زي ما انت عايز. فبتبدا لو انت عايز تغير اي يونت تقدر تغيرها، واقول له نيكست فينش. خلي بالكوا انا قلت له نان، الفيديوهات اللي بعد كده هختار كتالوج ونبدا نشوفها مع بعض. نان ممكن تيجي تعمل سيلكت مثلا على كل الانشائي وتقول له كوانتيفيكيشن، وتقول له تيك اوف تو نيو كتالوج ايتم، فهو يبدا يحط لك كل العناصر هنا. في الكتالوج لا، ببدأ اسحب الجزء الخاص مثلا بالحيطان للحيطان، والابواب للابواب. انا هو حطهم لي بالشكل دوت، وبدأ يديهم لي بالترقيم العناصر ديت. فانت ممكن تيجي مثلا على الول، على سبيل المثال الول دوت، هو بقى بيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيه، الفوليوم قد ايه، الويت قد ايه، الكاونت قد ايه. طيب عايز ابدأ اقول له ان في عنصر هنا، الول ده مكون من عناصر، فاقول له مثلا ان الول دوت تمام عايز احط له ريسورس، ايا كان الريسورس اللي انت عايز تحطه. فهتقول له مثلا انا عايز ده مثلا اي حاجه، مثلا قوالب الطوب اللي هيتبني بيها. طيب قوالب الطوب دي هتقيسها عن طريق ايه زي ما انت عايز بقى، عايز تخليها بالويدث، بالسكنس، بالهاي، الحاجه اللي انت عايز تقيسها هي دي اللي هتحطها هنا في البرامري. ممكن تقول له لا، الكاونت دي اضربها لي مثلا في 1.2 مثلا، تمام. طيب البريمير كوانتيتي هتقول له يساوي، تقول له مثلا كاونت، تمام. يبقى هو هياخد الرقم الكاونت ده يحطه هنا. ممكن تعمل معادلة تخليه يضرب حاجة تانية، تمام. أيا كان العنصر اللي أنت عايز تضيفه، أنت ممكن تضيف أكتر من عنصر لنفس الحاجة. فلما تيجي هنا في الوول هتلاقي إن الوول بقى بيحسب بالشكل ده، بقى فيه عنصر اللي هو الإي ده اللي هيطلع معايا في الحصر. بعد ما تخلص ممكن تعمل، لو انت عايز تعمل امبورت كاتيجوري ماشي، ممكن تعمل اكسبورت للكاتالوج اللي انت عملته، تحتفظ بيه ك اكس ام ال، تمام، في المكان اللي انت عايزه، المسار اللي احنا قلنا عليه. تقدر تسيبه اكس ام ال بنفس التوزيع اللي انت عاملها دلوقتي. ممكن تقول له انا عايز اعمل اكسبورت لجدول الاكسل، يعني خلاص انا عملت الحصر كله وعايز اشوف في الاكسل هيبقى عامل ازاي. نيو كوانتيتي ريبورت بيصدر لك الداتا كلها. خلي بالك في البرامج التانية زي الريفت بتصدر جدول جدول، يعني ما ينفعش تعمل جدول يكون فيه الحوايط مع الابواب مع الشبابيك، لا هنا بينفع الموضوع ده. بيقول لي عايز تفتح الملف، فاحنا بنفتحه. في اختيار حلو هنا عندي اللي هو هايد تيك اوف، يعني الحاجة اللي تعملها حصر اخفيها، بتظهر لي الحاجة اللي فيها التيك اوف. طيب لو قلت له تقدر تعمل هايد للتيك اوف او شو للتيك اوف. طيب تعال نشوف كده جدول الاكسل، هتلاقي عليه منظم جدا، بيوضح لك الريسورس، بيوضح لك الايتم، الجروبس، كل الحاجات دي هنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه باذن الله.